جاكم فريد من خلال ميكروتكوميك مع انفاس. كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس كي جاكم المنتخب الوطني المغربي مع الملح واملاح ومع البرقوق. الا بغيتوا تعرفوا الجواب خليكم معنا بكل تواضع. الاخ بكل تواضع بين فكر رياضي. هي انا كنت عداء سابق في المنتخب الوطني للالعاب القوى. ومشرفين سيدي. الاسم ياسين المهدي. مشرفين سيدي بكل تواضع. الله يحفظك. شكرا. كي جاك المنتخب الوطني المغربي ضد السودان هذا الماتش اللي داز؟ وصراحه كانوا لاعبين في المستوى وكانوا شي لاعبين اللي هما معروفين غير بالنوادي ديالهم. كيف كان ولا بدا كان خصنا ناخذوا اللاعب المحلي ومن نيجليجي واش ما كان خصنا نهملوه. كنا نديروا الميلونج. كان ماشي نديروا الميلونج ولكن كاينين اللاعبين تبارك الله في البطوله الوطنيه اللي هما كاينه بلاصتهم في المنتخب الوطني واللي كانوا يقدروا يعطيوا الاضافه في هذه المقابلات. شفتوا بحال هذه المقابلات هذو اللي كيتسجروا ضد منتخبات افريقيه. يعني اللاعب المحلي فهو كيكون ديجا تحكم على اللاعب الافريقي وكيكون عنده خبايا بخصوص هذا النوع من المقابلات. واش اخبارك زياج ما لعبش؟ لا بطبيعه الحال زياج ما لعبش. فهذاك القرار كيرجع للمدرب فما يمكنش ان ندخلوا فيه. يمكن هو كيشوف بانه كان في بونتوش بزاف بوندون ديك لا سيزون اللي دازت سكيفي ما استدعاش ولكن كتبقى خيارات ديال المدرب. كاد اللعابه الجداد اللي جاب المدرب اللي صراحه كاين الملح كاينين اللعابه واملاح كاينين اللعابه شباب املاح كاين برقوق كاين مع اللحم ولا مع الدجاج كاين حد بكل اللعابه تبارك الله اللي هما مزيانين واللي غادي يقولوا كلمه ديالهم في المستقبل ان شاء الله. تفرجتي في المنتخب هذا الماتش الاخر؟ تفرجت. كي جاك الاداء ديالو بكل تواضع؟ المهم الماتش ربحنا ولكن المنتخب ما مديبلاسيش بحال شحال يعني ما كاينش الاداء ما كاينش النتيجه كاينه والاداء ما كاينش. النتيجه كاينه والدراري مزيانين ولكن ما مديبلاسيش. وفي اخبارك زياج راه ما لعبش؟ زياج خصو يكون في الماتش. علاش ما لعبش؟ حيت كيبان لي عنده شي خلافات في المؤسسه ولا المهم ما كاينش خصو. المهم خص زياج يجي مخاصم مع المدرب بكل تواضع. شكون اللي كيعجبك في المنتخب؟ وتقريبا كاع اللاعبين كيعجبوني مزيانين كل. برقوق كيعجبك؟ ها؟ برقوق كيعجبك؟ مع اللحم ولا مع الدجاج؟ برقوق. ما كاينش البرقوق، ما كاينش شي لاعب سميته برقوق. لا كاين لاعب سميته برقوق. كاين أشرف حكيمي. قول لي كي جاك المنتخب ديالنا هذا الماتش اللي فات مع السودان؟ كلشي كنحبوهم وكنموتوا عليهم. بكل تواضع. بكل تواضع والله ينصر جلالة الملك محمد السادس. وكي جاوك اللعابة الأداء ديالهم؟ كلشي على ما يوران كلشي كيلعبوا. تفرجتي في زياش؟ زياش؟ تفرجتي في هذا الماتش؟ تفرجت فيها ديجا تفرجت فيها مع الصاله وهذه تفرجت فيها. زياش لعب هذا الماتش؟ ما عرفت واش لعب ولا ما لعب. بعدا راه كلشي ما لعبش ما لعبش ما لعبش كعبي ولا حيت زياش مخاصم مع المدرب. ايوا غيتصالحوا ان شاء الله. غيتصالحوا ان شاء الله. ان شاء الله. واللعابه اللي جاو جدار كي كيجيوك؟ شكون اللي انت في نظرك شي لعاب عجبك اللي جا جديد دابا؟ انا كلشي كيعجبوني جديد اللي لعب وشجع المغرب. كيعجبوني كاملين. كيعجبوكم كاملين؟ المدرب حتى هو كيعجبك؟ خص غير يلعب الفرقه وقم على الواجب. كيعجبني كلشي. كتعجبك ديك الشهريه اللي كياخذ المدرب؟ اودي على داك الشيء ما نعرف. ما كتعجبكش هذيك؟ بكل تواضع. بكل تواضع. وكي كيجيك برقوق؟ ماشي البرقوق اللي كيديروا مع اللحم، برقوق هذاك اللعاب اللي جابوا المغرب. والله ما عرفت، انا كنحب الكعبي، هو اللي من بلاد زاكورا. الكعبي. كنحب الكعبي بزاف. كي جاك المنتخب؟ اخويا المنتخب حنا ديما كيفرحنا وديما جايب الجديد. هذا الماتش الاخر مع السودان كي جاك؟ ماتش بون ماتش. بكل تواضع. بكل تواضع، الدراري اللهم بارك عندهم ما يقولوا. عجبوك في البيوت في اللعب؟ عجبوني اللهم بارك. ودراري قلت لي ما تفرجتيش واقع؟ وانا ما تفرجتش والله ما كذب. ما تفرجتش والله ما تحاول. قلت لي عجبوني. نقول لك عجبوني وصافي. شكون اللي تفرج في بروميير؟ شكون اللي عزيز عليك؟ هو كيتسدوا مع تسعود. شكون اللي عزيز عليك في المنتخب؟ مرابط. 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 واش خو واش الكبير ولا الصغير؟ لا الكبير. الكبير راه ما بقاش في المنتخب. بقى اخو بقى الصغير هاني. المهم تريكه. ما عرفتش شكون اللي كاين في المنتخب؟ واخويا كاين الملح وكاين املاح والبرقوق. زاد البرقوق ماشي مع اللحم مع الدجاج. ولكن مع الدجاج. مع الدجاج يجي بنين. وبنين. بكل تواضع. كلشي دايز بمرقعة. وكي جاك المنتخب في هذا الماتش مع السودان اللي داز؟ ما كاينش فرجة ولكن المنتخب ديالنا كنبغيوه. ولو يخسر او لو يربح فالمنتخب ديالنا هو واحد المنتخب اللي كنحبوه حنا كمغاربه. كنحبوه بكل تواضع. لان عندنا واحد الوطنيه كبيره.
ولو تكون عندنا الكرة هزيلة كنهزو بالمستوى ديالها من حيث الشعبية المغربية. واش رأيك في زياش؟ زياش واحد اللاعب اللي هو معترف به، ما غاديش نقص من القوة ديالو الكروية. واش ما في اخباركش بأنه ما لعبش هذا الماتش؟ قالك حقا مدرب مخاصم معاه. الحضور ديالو خصو يكون مهم، لأن المدرب ما حيدو إلا وكاين شي حاجة، كاين واحد الخصام أو كاين واحد المشاجرة اللي مثلا ملاسنة كلامية أو شي حاجة من هذا القبيل. وكيجاوك اللعابة دابا اللي جاو جداد، هاد أملاح والملح والبرقوق؟ ماشي البرقوق اللي كيدير مع اللحم بكل تواضع، البرقوق لعابة. اش غادي نقول لك، انسان ما عندوش تجربه ما غاديش تكلم عليه بواحد الطريقه اللي هي احترافيه او كذا، غادي ماشي غتنزل المستوى ديالو، غادي تسناه من 5 سنين. هذا باش يعطي، هذا باش يعطي بكل تواضع. ولا ما عطاش، اذا ما عطاش راه حنا كندورو بواحد العاطي، العاطي الله. لا، حلقه مفرغه، حلقه مفرغه كندورو بالخوه. تحياتي مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، كما العاده سولنا الناس كيجاكم الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي في هذه المقابله الاخيره ضد السودان، كل واحد كي كانت الاجابه ديالو بكل تواضع.